أنا ترى أكثر قضاياي على ناس عادية، أنا على ناس عادية ترى، لأن أنا أكتشف إن قليلين أدب، إن الناس مو المشاهير ترى قليلين أدب. يعني أنا أستغرب إن في نسبة انحطاط عند الجمهور، مو شيء يعني. إذا هذول قاعد يتعاملون كذي، هذول في بيوتهم شلون يتعاملون؟ مع الخدم شلون يتعاملون؟ مع أهلهم شلون يتعاملون؟ إذا هذه ألفاظه مع الغريب، يعني إحنا تربينا إن إحنا الغريب نتعامل معاه باحترام تقدير، ما دام ما أخطأ في حقنا. لكن أنا اكتشفت إن في ناس سايكو مرضى. أنت ما تحب، لا أنا ما نرفيجة فاطمة الصفي، بس أنا أحب فاطمة أمانة. فاطمة ما في أحد ما يحبها، فاطمة شخص إيجابي حنون طيب دافئة. على فكرة فاطمة الصفي فيها دفء مو طبيعي، شخصيتها حنونة جدا. شو اسم عدساتك؟ بيلا. أنا أحب بيلا، ما أحب ذهب كعدسات، ما أحبه. يمكن بعدهم أنستازيا، بس أنا أساسا بيلا أعشقها عشق جنون. يا معودين الله يسهل على بدرية وعلى كل الناس. شوفوا ترى نتغشمر، ممكن نختلف، ممكن هذا، بس والله أنا ما أضمر لها شيء مو زين. والله ما أعرف، أنا مو متابع حنان جابر. في خلافكم بينهم كيف هم أهل، إحنا ما لنا شغل. إذا في قيل وقال كيفهم، روح دشوا على حنان جابر. أنا ما عندي علاقة أساسا مع حنان جابر، ولا أعرفها البنية نهائيا. أنا عندي هي مذيعة مو ناجحة، يعني تلفت النظر. أنا أعتبرك إنها موديل، موديل هذا أنا اللي أشوفه شيء الإعلامي، إن أنا أشوفها إنها اشتغلت في فيلم فترة، يعني ما قدرت تنجح. مع إن لها طلة جميلة البنية، بس ما أدري، أحس في شيء مو يعني مو قاعد يخليها تتقدم. وما احنا عارفين يوم بتكمل دراستها، يوم واقفه، يوم مسافره، ما حد عارف لها. يعني مو قاعده تركز على شغلها المفروض التقديم، كونها انها هي قاعد تقول عن نفسها مذيعه. المذيع لازم يذيع، لازم يقدم. ان شاء الله اذا الله يكرمني وياه السعوديه، والله أزور كل المدن. إيش معنى يعني بس الشرقية؟ لا بالعكس، أزور شو اسمه. بس هل صح اللي سوي؟ ما أعرف والله، مو متابع الخلاف، ما تابع. أنا مو مسوي حتى فولو حق حنان جابر، فما عندي، ما تابعها ولا متابعتها سناب. تابعتها فترة وبعدين حذفتها، يعني ما في شيء. وترى مو معناه ان قاعد اعيب في البنيه ولا فيها، لا 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 لا. بس في ناس كذي، يعني مثلا انا تمتم ثانك يو، يعني مثلا انا كشخصيه اموت على عبير الجندي، بس مو ضايفتها، ما عندها شيء يعني اهتم له. مع انه امانه يعني أمانة عبير أنا استفدت منها في شغلة، هلم تركي استفدت منها لما كنت في 2011 في العناية المركزة. ف شنو صار؟ كانت تزورني مرات، فكانت مرات تي تمارس علي علم الطاقة مالتها، وأمانة كنت ارتاح. بس هذا لا يعني ان انا اذا ما تابع عبير الجندي انا ما احبها، احبها، بس هو مرات المضمون ما يشدك.
يعني مثلا علي الخالدي مذيع العراقي متميز، انا ضيفته بالسناب اتابعه، بالانستغرام ما سويت انفولو من زمان، بس مو معنى انا ما احب علي الخالدي، بس انا اشوف سنابه ممتع اكثر من شو اسمه، اكثر من انستغرامه. يعني هذه اشياء يعني تقييم الانسان وذوقه في الاخر. البروفايلات ترى نفس مجله، انت تستمتع فيها او لا، تلاقي نفسك فيها او لا. نفس البرامج، في برنامج تلاقي نفسك فيه وتستمتع فيه وتحبه لانه في شيء، ومرات عادي برنامج مثل غيره ما تفكر تطلع حلقاته تتابع عادي. احسك مو خليجية، احس في شعر اجنبي ما شاء الله، بياض ناصر شعري. انا امي تركية اساسا، انا يدتي ابيض مني درجات، والشقار وشعر ما شاء الله، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. انا ماني رفيجة غدير السبتي، بس احترمها البنية، ما شفت منها شيء مو زين. ما عندي قصات، تحب القهوة العربية ولا التركي أكثر؟ التركي، ما أحب العربية. شنو أفهم من هالكلام؟ مي ها كان عندك، شنو ها كان عندك خلاص مع أحد وسامحتي؟ ماني فهمت ها كان هاي شنو يعني؟ عربي هذا أنت قاعد تكتب سعود ولا شنو يعني؟ شنو وضعك؟ شو رايك ماجد المهندس؟ فنان مهم ونجم، لكن لا يدخل نفسه في السياسة، وخلي يتذكر انه هو حتى لو امتلك يوم الجنسية السعودية هو عراقي. حملت الجنسية، فخر الجنسية السعودية شرف لك، بس انت بالاصل شنو؟ انت عراقي، مش حتتسعود أكثر من العراقية اللي فيك.